رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني هاد سميتها هاد إكس أش إكس 37 86 دي سي بحال هكا، يعني مع هاد ليليد هذا مصابيح 3 ملليمتر. المهم هاد المصابيح هادو بلا ما نسميتها غنشرحو فيهم. عندنا هنايا باتري 18650 3.7 فولت، 3.7 فولت، يعني 3.7 فولت. بليز ديال الباتري بالطارية غيمشي لويت، شتي انت؟ بليز ديال البطارية 3.7 فولت غيمشي لويت 8. والموان اللي هو 0 فولت غيمشي لديس 10. والبليس ديال الشارجور كيخرج شارجور 5 فولت، بليس ديال 5 فولت غيمشي لهنا 5 فولت، غيمشي 9 فولت ديال الشاحن. والموان ديالو النيجاتيف غيمشي 6 7، والستة غيخرج منها خيط وغيمشي لهاد الناقص ديال هاد الليدات كاملين، هي هو النيجاتيف. ومن هنايا الواحد غنشانتي مع الجوج افيك لو دو، اللي هو البليس ديال هاد ليليد، البليس ديال هاد ليليد الاولى مع الواحد والجوج، 3 مع هاد البليس ديال هاد ليليد، 4 مع هاد البليس ديال هاد ليليد، 5 مع هاد البليس ديال هاد ليليد. هما دابا قلنا البليس ها هو هدا سميتها 18650 باتري بطارية 3.7 فولت، البليس ديالها غيجي من هنا، شتي هاهو، غيمشي ل 8 ويت. والموان ديال لاباتري، الموان ديال الخضر هنا غيمشي ل 10. والبليس ديال الشارجور اللي كيدخل اونتري 220 فولت سورتي 5 فولت، يعني 5 فولت كيخرج 5 فولت، 5 فولت غتجي ل 10، البليس ديالها ديال 10 ل 10. والموه غتجي 6 7، ومن هنا غيخرج الموه نيت 6 6 اللي هو النيجاتيف، وما تجي ندير غيمشي لليد كاملين. والان والدو واحد وجوج غنمشي مع هاد الليد الاولى فاز ديال هاد الرجل ديالها، البيس ديالها 3، البيس ديال هاد الليد 4، البيس ديال هاد الليد 5، البيس ديال هاد الليد. دونك يعني هاد اكس اش اس اش اكس 378 87 86 دي سي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.